السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعي قناه الديك الذهبي كنتمنى ان الكل يكون بخير وعلى خير وفي صحه جيده بالنسبه للحلقه اليوم ان شاء الله بغيت نبارطاجي معكم واحد الوصفه الطبيعية اللي هي يعني خاصه الوصفه الطبيعية اللي تستعمل بزاف وفيها واحد الفائده يعني كبيره ومهمه بالنسبه للدواجن ولا للطيور وهي اللي كيستعملوها دابا يعني اغلب ولا اغلب من السيرتو اللي عندهم الفراخ والدجاج كيستعملوها بزاف عندها عندها مفعول قوي بدات في من واحد جهه كنهضروا على يعني الحامض او الليمون الحامض والليمون معروف بفيتامين سي فيتامين سي رافع المناعه والدرجه وبالنسبه للجهاز التنفسي ولا الكوريزه راه مخير وفيها الثومه يعني الثومه راها غنيه عن التعريف الثومه احسن وانتيبيوتيك كاين في الطبيعه ويعني اقوى انتيبيوتيك كاين في الطبيعه كاين في الثومه دونك هذه الوصفه راها مخيره وبالاخص يعني انا شخصيا بالنسبه للفلالس يعني الفلالس قل من 15 يوم 20 يوم الا جاب الله وجاتهم كوريزا ولا ضربهم البرد ما تنستعملش الدواء ما تنستعملش ليهم كاع دوكسينوفا ولا شي حاجه كنفضل اني نستعمل ليهم الثومه والحامض نهار يومين حتى ايام وتتكون الامور ديالهم بخير وحتى الا كان داك الخمول فيهم والفن سميتو دونك تتعطيها راه مخيره وتترفع المناعه وتتقي مزيان مزيان من الامراض يعني الوصفات الطبيعيه كاع اللي كاينه صراحه كاين بزاف ديال الوصفات ولكن الحامض والثومه راهم معروفين دونك غنحاول ان شاء الله نشوفوا الطريقه ديال التحضير كما كتشوفوا كنديروا حامضه وخمسه طريوسه ديال الثومه ناخذوا حامضه وخمسه طريوسه ديال الثومه تنحكوا الثومه بالحكاكه ابغي تنعصروا عليها حامضه عصروا عليها حامضه ومن بعد تا ناخذوا هذاك هذاك المحلول اللي عندنا تنخلطوه وتا ناخذوا خمسه طرو ديال الماء يعني بمعدل فص ديال الثوم في اطرو ديال الماء ولكن تي هادي دير فص كان غير اطرو غيدير دي فص بنادم ولا واحد الحامضه يعصر منها شويه مي ديروا حامضه كبيره كامله وخمسه الفصوص ديال الثومه وبهاد الوصفه هادي يمكن نعطيوها للدجاج يعني من الفلوس من 10 ايام حتى للدجاج الكبير يعني الفلوس يقدر ياخذها في 10 ايام نقدروا نعطيو هاد الوصفه ما كاين حتى شي اشكال والعكس يعني راه قوه الدويات وهادشي الشيء لي زونتيبيوتيك كيما تتعرفوا راهم ماشي لصالح الفلوس باش نكونوا واضحين يعني لان الا بدينا بلي زونتيبيوتيك بزاف بدينا بالادويه والفلوس تاع الادويه دونك راه ما تنطلعوش فلوس وحتى الا دازت المده وكبر الناس اللي كتبيع وتشري فهمتي طلعتي بالدواء وبعتيه راه ما تيكملش الناس لان يعني الناس ما تيعرفوش اشنو واخد من دواء واخد واش من يعني صعيب شويه الحال دونك من بعد نبقاو في الوصفه ديالنا كنميلونجيو مزيان درنا المحلول في في 5 لتر ديال الماء ومن تما تم تنمشيو و تنعطيو الكتاكيت ديالنا يعني انا راه الدجاج كامل كندير خمسة القراعي ديال 5 لتر خمسة الحامضات كل حامضة مع واحد خمسة الفصوص ديال الثومة هذه مرة في الاسبوع يعني الا مشيتو بها مرة في الاسبوع راه غتهنيكم بزاف ديال 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 المشاكل دابا اغلبيه الناس تلقاهم تيهضروا على على لي زونتيبيوتيك ولا الادويه ولا راه ما تقاش تكون عندك الثقافه ديال الادويه راه كلشي بنادم غير تيبدا يسمع الادويه تيبغي يدوي تيدوي في الادويه نو راه الناس قبل والناس ديال الطيور والناس الحريفيه والمولع القدام ولا في مصر لا في تونس لا في المغرب راه تخدموا بالوصفات الطبيعيه الناس ديال الحمام دابا راه وصلوا لان الوصفه الطبيعيه خدامه احسن من لي زونتيبيوتيك لي زونتيبيوتيك تنخليهم فاش تيكون عندنا المرض إلى مرض الفلوس ما لقينا ما نديرو فهمتي ما ضروري غندخلو بالدواء مي قبل نحاولو نديرو الوقاية إلا مشينا بهاد الوصفة راها مخيرة راها إيفيكاس لا للمصارن ولا للجهاز التنفسي نحاولو نخدمو بها في الشتاء تنخدمو فيها جوج مرات في السيمانة لأن يعني الشتاء تيكونو المشاكل بزاف تيكون, تيكون البرد تتكون الكوريزا بزاف تيكون الأمراض يعني بالنسبة للصيف تنحاولو نخدموها مرة في الأسبوع إلى تعودنا أننا نخدموها مرة في الأسبوع الديجات ديالنا راه غتمشي عندنا الامور بخير وغنتفاداو بزاف ديال الامراض دونك هادشي اللي كاين كنتمنى ان الحلقه تكون يعني نالت الاعجاب ديالكم وكما العاده في انتظار ان شاء الله حلقه اخرى تحيه للولاعه وتحيه للموالي